بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان والصبر، الصبر فضيلة يحتاج إليها الإنسان في دينه ودنياه. يحتاج الإنسان إلى الصبر في دينه وهو يطيع الله عز وجل وهو يعبد الله عز وجل، فالعبادات تحتاج إلى الصبر الجميل، تحتاج إلى نفس طويل، لأن الله عز وجل قد أمرنا أن نعبد الله إلى غاية الوفاة، وقد قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالعبادة تلازم الإنسان المسلم ويلازمها الإنسان المسلم إلى أن يودع هذه الدنيا وينتقل إلى دار القرار. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكذلك الإنسان يحتاج إلى الصبر في دنياه، لأن الدنيا عامرة بالهموم، عامرة بالمشكلات، عامرة بالمفاجآت. وقد قال ربنا عز وجل في سورة الملك في الآية الثانية: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل يبتلين بما يشاء وكيف ما شاء ومتى شاء. لذلك أمرنا ربنا عز وجل أن نستقبل الابتلاءات بالصبر، وقد قال في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد وعد ربنا عز وجل الصابرين بالأجر الوفير، فقال في أي القرآن: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يثمثن في استمثين صبر يحوجي ثم ذن ذي الدونيثيس أماكن في حوجه مذن الدينيس ذي الدينيس باش ذي ضوع ربي لقد يصبر. فالظل يحوج الصبر، رمضان يحوج الصبر، لا عشرون باش هذه الصفه بلد من الزكاه الى قد يسعوا الصبر ويسعوا القنيعه ويسعوا حب الخير. الحج يحوج الصبر، ياك الطاعه تاريخ ذم بنادم الى قسمت الصبر. اما كان ذا غادي الدونيثيس والدونيثات شور ذي غفلان ذو رفان ذي الهموم ذو هورن باش تيقافل الى قاس الصبر. ذيني يا ربي سبحانه يوم راغد باش نصبر. إن يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ضرب إذا غد يمرا باش نستعين في الصبر أكتظلت، والصلاة صلة بين العبد وربه. ربنا عز وجل أمرنا بالصبر الجميل ووعدنا بالأجر الكبير، كما قال الإمام الشافعي: والصبر في النائبات صعب ولكن فوات الثواب أصعب. يعني ربي سبحانه يوعد الصابرين الأجر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولكن ذا شو قوارا غاسي وعر الصبر، ولكن قوار أكثر ما إلا بنادم يروح الأجر. فقدان الأجر أصعب من المصيبة في حد ذاتها، والصبر في النائبات صعب ولكن فوات الثواب أصعب. ربنا عز وجل وعد الصابرين بمعيته، قال: والله مع الصابرين. ووعد الصابرين بمحبته، فقال: والله يحب الصابرين. فالفوز بمعية الله والفوز بمحبة الله يحتاج إلى الصبر. رب سبحانه يوعد وجد صبرا أذيلي يذسن من وجد الله فماذا فقد، كما قال ابن عطاء الله السكندري في حكمه. يوعذثن إمي الصبرا والصبر يوعر، يوعذثن ذي ليسن الثمن سمثني تسجارة أماكن ثني وعد سلحملة. ربي سبحانه يحمل وقاذ الصبرا. أغجال ربي مرة سي الصابرين وغيفك ربي جميعا الأجر الوفير. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الصابرين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.